القارئ اليمني الشيخ محمد حسن الكوباري من مواليد العاصمة اليمنية صنعاء، التحق في وقت مبكر بحلقات تحفيظ القرآن الكريم في أحياء مدينة صنعاء القديمة. حفظ القرآن الكريم صغيراً ليستمر في التعلم على يد مشايخ القراء في اليمن الذين منحوه الإجازة قارئاً متقناً لكتاب الله، بالإضافة إلى حصوله على بكالوريوس علوم القرآن من الجامعة اليمنية. بدأت الحفظ وأنا في السن 18 عندما درست في حلقة من الحلقات النموذجية التابعة للجمعية الخيرية للقرآن الكريم، حتى أكملت المصحف على يد الشيخ عبد الله محمد عبده الوصابي. ثم بعدها انتقلت للدراسة لدى الشيخ المقرئ يحيى بن أحمد الحليلي رئيس مشيخة الإقراء باليمن، وقرأت عليه مصحفين، ومن ثم أجازني. وبعدها بدأت في التدريس في حلقة نموذجية، الحلقة التي كنت أدرس فيها في مسجد التوفيق لمدة 8 سنوات. ثم بعدها رقيت إلى موجه في الجمعية الخيرية وقمت بالتوجيه في الحلقات النموذجية التابعة للجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم. وبعدها كنت ولا زلت على تواصل مع الشيخ يحيى أحمد الحليلي رئيس مشيخة الإقراء في اليمن، فكنت ملازما له ومستفيدا من تجربته وعطائه وطريقته في المراجعة وطريقته في القراءة. وكانت أول مرة ظهرت فيها على الشاشة اليمنية وقرأت في الإذاعة هي قبل 8 سنوات، عندما ذهب الشيخ الحافظ يحيى بن أحمد الحليلي في زيارة إلى القاهرة، فكانت تلك أول مرة قرأت فيها عبر الإذاعة والتلفزيون. الحمد لله رب العالمين، الحلقات القرآنية بعد الوحدة عندما أنشئت الجمعيات أمثال الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم في 1993 بدأت بالانتشار في مساجد العاصمة، ثم توسعت حتى غطت جميع محافظات الجمهورية. ونظام الدراسة فيها يكون من بعد صلاة العصر حتى صلاة العشاء، وفيها يتلقى الطالب من شيخه، ثم يقوم بحفظ مقطع من القرآن، وبعدها يقوم بعرض المقطع الذي حفظه على شيخه. فللحلقات القرآنية دور كبير في انتشار الحفاظ وفي كثرتهم في اليمن، حيث كان عدد القراء زمان يعد بالأصابع، وكان من أبرزهم الشيخ الحافظ محمد بن حسين عامر والشيخ الحافظ يحيى بن أحمد الحليلي. ولكن بعد الوحدة وبعد أن أنشئت الجمعيات الخير لتعليم القرآن الكريم من الله على اليمن، فوجد القراء الكثر في جميع محافظات اليمن. ينفرد القراء اليمنيين أن القراء السابقين أمثال الشيخ عامر والشيخ الحليلي والشيخ القريطي وكذا وغيرهم كانوا متفردين بأدائهم، كانوا مدرسة في أدائهم في قراءتهم. أما الآن أصبح القراء معظمهم مقلدين للقراء، يا إما مصارية يا إما من الخليج أو من السعودية أو من هذا القبيل. القراءة اليمنية مثلا قراءة بصوت الشيخ يحيى أحمد الحليلي الذي يعتبر مدرسة، هؤلاء المشايخ السابقين كانوا مدرسة فيه، فيقرأ مثلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم
ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. هذه مثل للقراء الذي قلت لك يعتبروا مدارس في أدائهم، يتميز عن دونها أنها لا تجد فيها إلا مقام واحد لا يتنوعون، لأنه تاريخ المقامات في اليمن ليس له يعني وقت من وقت بعيد وإنما من وقت قريب، بخلاف القراء في مصر لديهم طبقات ولديهم مقامات. فمثلا القراء المصاري يقرأوا كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. طبعا أنا شاركت في مسابقة داخلية ومسابقة خارجية، وكذلك شاركت في عدة لجان في اختيار مسابقة في مسابقة رئيس الجمهورية للشباب، حيث كنت عضوا أكثر من 8 مرات في محافظة صنعاء، وكذلك في برنامج الرحاب القرآني في قناة اليمن لسنتين، والعام هذا شاركت في لجنة التحكيم في مسابقة اللؤلؤ المنثور بقناة آزال، وأقوم بمراجعة المصاحف التي تأتي من خارج اليمن المطبوعة والتدقيق عليها ورفع تقرير عند نهاية كل مراجعة لمصحف. يتميز القارئ اليمني بصوت الندي، حيث النبي هو امتدح الأشاعرة بأصواتهم، فاليمنيين عندما يشاركون في المسابقات الخارجية يعرفهم أعضاء لجان التحكيم والمشاركين في المسابقة من خلال حسن أصواتهم وأدائهم المتميز. أقرأ من سورة الأحزاب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. القارئ الجيد
يجب أن تتوفر فيه الشروط. أولاً أن يكون مجوداً للقرآن الكريم، حيث يقرأ القرآن على شيخ متمكن، لأن القرآن ميزته أنه يؤخذ بالمشافهة بالتلقي، فالقارئ المتميز هو الذي قرأ على يدي شيخ متمكن. وكذلك أن يكون صوته حسن، أن يعلم الوقف والابتداء، بحيث عندما يقف يقف على معنى كامل انتهى، وعندما يبتدئ يبتدئ بمعنى يكون سليم. يعمل القارئ الشيخ محمد الكباري موجها للحلقات القرآنية ونائبا لإمام جامع قبة المتوكل، وقارئا للقرآن أيام الجمعة بالجامع الكبير نيابة عن شيخه الشيخ يحيى الحليلي، وينقل التلفزيون اليمني أسبوعيا قراءاته. يتولى الشيخ محمد الكباري تعليم القرآن الكريم في مسجد الصالح الكبير في العاصمة اليمنية صنعاء، ويحضر حلقات تعليمه عشرات القادمين لحفظ القرآن الكريم من اليمن وماليزيا وأندونيسيا، ويتخرج من حلقاته سنوياً عشرات الحفاظ لكتاب الله. لمن يرغب أن يحفظ القرآن، أولاً أن يخلص النية لله عز وجل ويطلب العون من الله عز وجل، ثانياً أن يقرأ على يدي شيخ متمكن، ثالثاً أن يستعين بالوسائل التعليمية التي تعينه على تصحيح قراءته وتصحيح النطق عنده، كالاستماع للمشايخ المتمكنين أمثال الشيخ الحصري الشيخ المنشاوي، رابعاً تحديد يومياً مقطع معين للحفظ، وكذلك المراجعة. أنا طبعاً معجب بصوت الشيخ المقرئ يحيى بن أحمد الحليلي رئيس مشيخة الإقراء أطال الله في عمره وبارك الله فيه، فهو يقرأ كما قرأت أولا. فأعطيكم بعض الآيات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. صدق الله العظيم. كذلك الشيخ محمود خليل الحصري، أنا عندما بدأت أحفظ القرآن كنت قبل أن أحفظ المقطع أسمع إلى تلاوته، فتأثرت قليلا منها، حيث يقرأ رحمه الله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. القرآن نور، القرآن نور، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يضع بهذا الكتاب أقوام، يرفع به أقوام ويضع به آخرين. فالقرآن
منحة من الله عز وجل يعطيها من يشاء من عباده. القرآن يوسع مدارك الإنسان، القرآن ينقل الإنسان من الجهل إلى النور، والقرآن نور للإنسان ودستور وقائد للإنسان في حياته في تعامله مع الناس. فمن يريد أن يحفظ القرآن سيجد عندما يمكنه الله عز وجل في حفظ القرآن أنه تغير من شخص إلى شخص، لأن القرآن يغير الإنسان عن ماضيه بشكل كبير، فهو نور بكل ما تعني الكلمة، نور للإنسان في حياته في تعامله في قيامه في قعوده في كل شيء في حياته. أفسر عدم شهرة القراء اليمنيين كما قلت لندرتهم، حيث كانوا قبل الوحدة يعدوا بالأصابع، وكان لا يحفظ القرآن إلا من هو كفيف، لكن بعد الوحدة المباركة انتشر الحفاظ وأصبح الحفاظ في اليمن كثر، وأصبحوا الآن موجودين في دول الخليج في دول مصر في الأردن، وأصبح لهم يعني تلاوات موجودة في عدة قنوات من القنوات القرآنية وغيرها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، والله رؤوف بالعباد. طبعا أنا من أسرة فيها أسرة إنشادية، حيث جدي هو منشد وكذلك عمي، فأنا كنت بدأت في النشيد فترة، وبعد عندما حفظت القرآن تركت النشيد، فأصبح عند النشيد هو لا أمارسه في الاحتفالات ولا في من هذا القبيل. تسمعون نموذج من الإنشاد الصنعاني مثل: صلي يا ربي ربي على أحمد، ربي على أحمد محمد، محمود باهي الجمال، الله يا الله محمد، محمود باهي الجمال، الله يا الله فرج الهموم، فرج الهموم، الله مولاي يا من أنت حي قيوم، الله يا الله مولاي يا من أنت حي قيوم. نختم بموال: طرقت باب الرجا والناس قد رقدوا، وبت أشكو إلى مولاي ما أجد، فقلت يا أملي في كل ناس
ومن عليه لكشف الضر أعتمد أشكو إليك أمورا أنت تعلمها ما لي على حملها صبر ولا جلد. للقارئ الشيخ محمد الكباري مشاركات متعددة في المسابقات المحلية والدولية، بالإضافة إلى اعتماده كمحكم في عديد المباريات التي تهدف إلى اختيار قراء شباب، كما يقدم عبر وسائل الإعلام المسموعة والمرئية عديد البرامج القرآنية التي تستقطب جمهوراً واسعاً من معجبيه.